واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. يعني إيه واللاتي يأتين؟ يأتين يعني إيه؟ تعمل يفعلن، يفعلن الايه؟ الفاحشه. الفاحشه اللي ايه؟ اللي هو ايه الفاحشه المقصود بها في الايه؟ الزنا. من نسائكم والعياذ بالله، فاستشهدوا عليهن اربعه منكم. هنرجع لاربعه منكم دي دلوقتي. يعني اللي تفعل الفاحشه من النساء لازم يكون ذلك بايه؟ بشهاده أربع رجال، لازم. طبعا ما حصلش على مر التاريخ كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن ضبطت واقعة زنا بالشهادة، لأن ده شرط صعب جدا جدا جدا. لازم يروا حالة الزنا ماثلة أمامهم. يعني انت لو شفت واحد مع واحده في عربيه لا يجوز ليك ان انت تتهمهم بالزنا، لازم وهم بيعملوا الفاحشه والعياذ بالله. ولو شفتهم وهم بيعملوا الفاحشه لازم يبقى فيه شهود معاك، لازم يبقى اربع شهود. طيب فين شاهدوا؟ اسمع عشان هتستغرب دلوقتي. خلاص لقينا اربع شهود وفعلا ثبتت واقعه الزنا، فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. إيه ده؟ دي عقوبتهم أو عقوبتهن؟ نعم. كان في الأول المرأة اللي تزني، علشان لما تقرأ القرآن تبقى فاهم، عقوبتها اللي هي إيه؟ تتحبس في البيت لغاية ما تموت، لا تخرج ولا تيجي ولا تروح. فأمسكوهن، جزاك الله خير، فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الله. اسمع، أو يجعل الله لهن سبيلا. يبقى أول ما ربنا سبحانه وتعالى يشرع حكم جديد يجعل لهن سبيلا، يعني بدلا من الحبس حتى الموت. يبقى الست اللي كانت بتزني كان لها عقوبة في الأول. الأول أول الإسلام كانت عقوبتها إيه؟ الحبس في البيت لغاية ما تموت، طبعا عقوبة شديدة. وبعد كده بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب الجلد ثم الرجل. يبقى الحكم الثاني بقى ايه؟ ان في تفصيل. لو كانت بكر هيحصل لها ايه؟ تجلد مئة جلدة وتغريب عام، تخرج من البلد لمدة سنة. وفي بعض الفقهاء قالوا لا، تغريب عام ده لو رجل، لأن المرأة لو خرجت من البلد بالظبط ده ممكن يكون يعني يفتح لها باب شر. فقالوا لا، المرأة تفضل إنما تجلد مئة جلدة. طب لو ثيب، لو امرأة متزوجة تجلد وترجم. وفي علماء قالوا ترجم بس، لأن ده برضو كان في البداية الجلد ثم الرجم. ثم قال بعض العلماء النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلد المرأة الغامدية ولم يجلد ماعزا، بل أقام عليهم حد الرجم على طول. نعم، دي آية في القرآن إن الرجم كان موجودا في القرآن ورفع. أيوة، كانت في بعض الآيات من القرآن اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر برفعها من القرآن.
طيب ليه؟ الأول قبل ما نقول ليه نكمل، يبقى خلاص حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، عرفنا أن الحكم استقر في النهاية على الجلد للبكر وعلى الرقم للثيب، الثيب اللي هو المتزوج.